في ظل انشغال الدولة والمواطنين بالظروف السياسية والاقتصادية المعقدة، تعاني الكثير من مناطق العاصمة تردي خدمات النظافة، ما دفع بفرع المؤتمر الشعبي العام في الدائرة 11 بمديرية الوحدة إلى إطلاق حملة نظافة شاملة في المديرية بغية إظهارها بالمنظر الحضاري اللائق بها. تواصل الحملة التي تقوم بها مديرية الوحدة في عملية النظافة والخطة التي تقوم بها خلال هذه السنة، بدأنا في التدشين في الحي السياسي لعملية النظافة والتي تقوم بها مديرية الوحدة خلال هذا العام، أولا مصرين على أن تكون مديرية الوحدة هي المديرية النموذجية في عملية النظافة، في عملية الارتقاب نظافة المواطن والبيئة وصحة الإنسان بما يرقى فيها المجتمع. الحملة التي تستمر شهرين تحت شعار أناقتي تبدأ بنظافة حارتي، تسعى إلى تجسيد مبدأ النظافة كسلوك شخصي ومجتمعي، تساهم في إظهار العاصمة بمظهر جميل وتعزز الوقاية من الأمراض الشائعة. تركز هذه الحملة بشكل واسع وكبير على أهمية التوعية سواء كان على مستوى المدارس أو على مستوى الجوامع أو على مستوى أيضا المنازل والمواطنين، بحيث أن يسهم الجميع في هذه الحملة لتكون مدينتنا نظيفة. المدرسة بتعاني من مشاكل كثيرة، من رمي المخلفات بشكل يومي مع مخلفات البناء. هذا طبعا القضية ما عادش قضية صحية، أنا لي سنين أنادي بهذا الموضوع، القضية أصبحت أيضا قضية أمنية. أتمنى أن جيران المدارس وكل الحي، مش بس جيران المدرسة، يلتزموا بمواعيد خروج الزبالة في أوقاتها. المنظمات المشاركة في الحملة أكدوا استمرارها في دعم مثل هذه الحملات المجتمعية والتي تساعد على رفع وعي المجتمع بأهمية النظافة. نزول المواطن ومشاركته وتفاعله مع الحملة، حملة التدشين الخطة الإسعافية للنهوض بمستوى النظافة في مديرية الوحدة. الحقيقة المواطن وجدنا من استجابة كبيرة، والنظافة ملموسة والناس مرتاحين، وهذا اللي كنا نشتي نوصل له. تبقى النظافة ضرورة ملحة ورديفة لحضارة أي مجتمع، وتحتم على أي فرد استشعار أهميتها سواء في العاصمة أو غيرها من المدن والمحافظات. محمد العنتري، اليمن اليوم، صنعاء.